لوگوں قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، میں نے قرآن پاک کا معنی ترجمہ بھی آپ کو سنایا، آئیے میں ایک عزیز سے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، جناب عزیزی محمد دانش، عزیزی محمد دانش سلمہ ہوں، وہ آئے اور مختصر قرآن پاک کی تلاوت کرے، قرآن پاک کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا واذکر اسم ربک بکرة واصیلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم.